السنة اللي كتبتها فيها وكذا كل قصيدة لا نفس الجديد دحين قول هذه قصيدة لا هي نحن ما عندنا شيء مكتوب كله بالصوت موجود انا اقراها يعني قولها أول ما تبدأ قول قصيدة الكاتب وحيد حافظ كانت كتابتها عام كده كده فعند التطبيق الورق فلنكتب بتواريخ أحدث من الكتب فيها الأول ماشي يعني مثلا دي مثلا كانت مثلا في 1999 طيب فتحت طبعا وقت الزمن والورق لقيته متقطع في يعلن بتاريخ 2016 هتكتب كم متى؟ نحن عايزين متى؟ الاصل التاريخ الاصل هو اللي تقوله 2016 مش مهم من قبل 2008 في 1999 كده بس تقريبا هذه ماشي وتقول اول ما تبدا بسم الله على اساس هذه اللي ايش حيشتريها الشخص لو اشتراها او يسمع مباشره فهذه القصيده تقول انا القصيده كتبتها انا وحيد حافظ المخرج وحيد حافظ بعدين تقول اسم القصيده كل قصيده عنوان القصيده كده كتبت بتاريخ او الفت بتاريخ 1999 زي كده نبغى كل قصيده لا بلاش القصيده الثانيه كلمه الثانيه والثالثه وهذا شوف انا ما بدي اضيع وقتك الشيء اللي تقوله الان ونسجله هو اللي ينباع ما اجي اقول لك تعال عيد بطريقه ثانيه دائما تتعود اي شيء تبي تقراه تقول اقرا عليكم من ديواني الصوت انا وحيد حافظ شايف انا المخرج وحيد حافظ صاحب اكثر من 80 مسرحيه مثلا خلاص تتعود نفس الكلام تقول انت لو قلت واحدة مرة ها اذا ثاني مرة لخبطت فيها انا اعيدها لو الصحيح بس قولها واحدة مرة بعدين تقول القصيدة هذه ما اقدر اعيد ترتيب قصيدة اليوم او قصيدة الان بعنوان كده كده
وكتبت وكتبتها، لا تقول كتبت، كتبتها بتاريخ 1999. والآن أقرأ إليك عليكم القصيدة. هي أرجع النفس الجواب أنا أحبه الحزن زاد حقي عن أكثر من 90 قصيدة الجواب كل قصيدة لها تاريخ مسجل عندي، يعني مثلا يغنى كنت تسأل من أنا، تسأل عن دموع عيالي، يا رب تسأل من أنا، تسأل عن حرمان زماني، كنت أعلم عن يوم الابتسامة، كنت أعلم بمهد المرامات، كنت أعلم سورة أفراح، كنت أعلم بسام الدهر، والآن عنوانا حزينا للبحر. اسأل عني من المسؤول سجدت تاريخ الأحوال هنا أنا